فقرة صحتي راس بالي اليوم غادي نتعرفوا مشاهدينا على اشنو هو التهاب المعدي، اشنو هما الاسباب ديالو، اعراضه وطرق العلاج. نشاهدوا جميع الروبورتاج. التهاب المعدي هو اللي كنسميوه بالدارجه الطيوبيه ديال المعده. المعده كتاثر من واحد العوامل وكتخليها كطيب واحد شويه. الاسباب متعدده، ولكن السبب الرئيسي هو واحد الجرثومه اللي كنسميوها ليليكوباكتير بيلوري. هذه الجرثومه كتجينا الاغلبيه من الماكله، كتكون اما ما نقياش اما تتكون من الدفال ديال الواحد، ولا من الخروج الكبير الا كان الواحد فيه الاسهال. وداك الخروج الكبير الا كانت النظافه ما مزياناش، يعني كننقلوا المرض باليد ديالنا للفم ديالنا. الالتهاب بوحدو كيقدر ما يعطيناش الاعراض، ولكن الا كانوا عنده المضاعفات عاد كيعطي الاعراض. يعني كل التهاب حاد كيعطينا الاعراض. الاعراض ديالو هو احساس بواحد الانتفاخ في الكرش الفوق، يعني جهه المعده، احساس بعسر في الهضم، او احساس بواحد الحريق. كيقدر يجينا الاغلبيه قبل من مر الماكله كنحسوا بالانتفاخ، ولا بعض الاحيان ما كنبقاوش نستحملوا حتى الروائح ديال الماكله، كتجينا بحال الرائحه ديال الماكله كريهه وكتروع لنا القلب ديالنا. التهاب المعده التشخيص ديالو بالتيو ديال المعده، يعني سكون ابل لا فيبروسكوبي. دونك ملي كندخلوا بالمنظار كنشوفوا الغشاء الداخلي ديال المعده محمر طايب، على خطرات كتقدر تكون فيه تقرحات. الا كان عندنا القرحه كتبان لينا حتى هي، ولا الا كان بعض الخطرات الدم، شويه ديال الدم كيقدر يكون في الغشاء ديال المعده، الغشاء الداخلي ديالها. طرق العلاج المعتمده على حسب السبب. الا كان السبب هو الجرثومه واللي هو السبب الرئيسي، كنعالجوه بواحد المضادات الحيويه مع واحد المضادات ديال الحموضه. دونك هو واحد الدواء اللي كيدوم واحد 14 يوم، فيه ثلاثه ديال المضادات الحيويه ومضاد ديال الحموضه. الا كانت ماشي الجرثومه المعديه هي السبب، اغلبيه الاسباب الاخرى هي كتكون الواحد كيكثر من الدويات، كنحبسوا هذاك الدواء اللي كياخذ وكنعطيوه مضادات الحموضه، واحد لي تريتمون كنسميوهم لي زي بي بي، لي زينيبيتور دو بومبا بروتون، اللي كينقصوا الافراز ديال الحموضه ديال المعده باش كيخليو الغشاء ديالها يبرى. دونك النصيحه اللي نقدر نعطي الناس هما دونك تغذيه سليمه نقيه، يكونوا عارفين راسهم فين كياكلوا. الادويه يحاولوا ما ياخذوش ادويه بلا وصفات طبيه، سورتو لي زونتي انفلاماتوار، حيت بحال هاد الادويه كيقدروا يضروا في المعده ويسببوا حتى هما في التهابات. شكرا دكتورة اللي قدمت لنا مجموعة من النصائح المهمة بخصوص الالتهاب المعدي. ضرورة التشخيص باش نقدروا نتفاداو مجموعة من الأمور، وكنأكدوا أيضا باللي التغذية ديالنا كيف ما قال الدكتورة في الروبورتاج ممكن تكون سبب في الالتهاب المعدي. فعلا زينب التغذية لازم ما نردوا لها البال، لأن من بين الأسباب المؤدية لهذا الالتهاب المعدي هو الأكل غير النظيف. فالكثير من الناس كياكلوا في الخارج ما كنعرفوش هذيك الماكلة فين طيبة، الأجواء اللي طابت فيها. نردوا البال لهاد المسألة، وخاصة حتى بالنسبة للأطفال الصغار اللي كتكون المقاومة أو المناعة ديالتهم ضعيفة، وبسهولة كيمكن لهم أنهم يتصابوا بهاد المرض للأسف. نعم صراحة هذا موضوع مهم بزاف، حيت بزاف ديال الناس ما عندهمش فكرة على شنو هو الالتهاب المعدي، شنو هما المضاعفات ديالو. حيت وحنا معروف فاش كناكلوا شي حاجة بعض المرات، أو كتكون عندنا واحد النظام غذائي
ماشي متوازن ماشي صحي غادي نقول بين قوسين، كنحسوا بمجموعه من انتفاخات مجموعه من الالام كتكون هذيك الحرقه اللي كتجينا بعض المرات ما كنعرفوش مجموعه من العلامات شنو تقدر تبين لينا. داكشي علاش تكلمتي على التشخيص مهم، وحنا اي حاجه عندها علاقه بالمعده كنشربوا لها شويه ديال الزعتر وكنشربوا الملاله شويه ديال العشوب وداكشي وكنقولوا راه كلشي غادي يدوز مزيان. لا، كاينه مجموعه من المضاعفات، كاينه مجموعه من العلامات اللي خصنا نردوا لهم البال. وعلى راسهم مثلا بزاف ديال الناس ما كيلاحظوش التبول ديالهم، اللون ديالو كيفاش داير، واش تغير واش ما تغيرش، لبنتنا شي حاجه تبدلات خصنا نمشيو نجريو، كنقول نجريو عند الاخصائي. ايضا الناس اللي كيعانيو من التهاب ديال ديال المعده منصوح انهم ياخذوا واحد الوقت ولا واحد القسط من الراحه، واحد اون سيمين ولا دو سيمين يجلسوا من العمل ديالهم باش حتى العلاج كيقدروا انهم يستجبوا معاه. شرب السوائل، دونك كاينين مجموعه من الاحتياطات اللي نقدروا نديروهم باش يمكننا نتعاملوا مع هذا التهاب المعده. وخصوصا انا ملي كنكونوا نعانيو من التهاب المعده تيكون عندنا شويه تنحسوا براسنا فاشلين لاننا ما كنبقاوش ناكلوا بنفس القدره اللي عندنا. وحتى ملي كنرجعوا كيعطينا الطبيب الدواء وكنبداو نرجعوا لطبيعتنا كيف ما كنقولوا، بشويه بشويه كتبدا ترجع لينا الشهيه، نعرفوا شنو ناكلوا، نختاروا في هذيك الفتره اشنو ناكلوا، ردوا البال للتغذيه ديالنا سواء كنا مرض او لا. هي زين. غير واحد النقطه اخيره نبغي نذكر بها المشاهدين ديالنا، هو الناس اللي كيكونوا ديجا عانوا من هذا المشكل ديال التهاب المعده تلقاو العلاج المناسب ديالهم، تشافوا مزيان، ولكن التغذيه ديالهم خصهم يرجعوها دقه بدقه كيف ما كنقولوا، بشويه بشويه كنبداو ندخلوا التغذيه ديالنا، كنمشيو كيف ما كنقولوا كنكثروا من الوجبات، كيكونوا وجبات اللي ما فيهاش كميات اللي هي كبيره باش حتى المعده ديالنا ما كيجيهاش هذاك لو شوك، تعود عاوتاني مره اخرى على واحد التغذيه اللي هي سليمه، ونتمنوا الشفاء العاجل لاي مريض يا رب.